أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعضهم عند قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعند قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، قال إن هذا من باب التعليم لا من باب الخوف من الشرك أو الخوف من انقلاب القلب، فهل هذا صحيح؟ تعليم إيه؟ هو تعليم الخوف من الشرك، هو من باب التعليم، لكن تعليم الخوف من الشرك. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه لأنه يخاف من زيغ القلب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا أحد يأمن على نفسه من الزيغ، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله، فهو من باب التعليم، يعني تعليم الخوف من الشرك، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه مهما بلغ من الدين والعلم. نعم.